احنا كنا ارتبطنا مع الصندوق من عدة شهور باتفاق بموجبه الصندوق يمنح مصر 5.2 مليار دولار، وكان الصندوق حاطط مستهدفات تحققها مصر، فحققنا المستهدفات واحسن. يعني مصر حققت 3.6% معدل نمو، وده يعتبر رقم 2 على العالم. حققنا الفائض الاولي المستهدف، خفضنا العجز، كان في برضو بالنسبه للاحتياطي النقدي ان هو يزيد 3 مليار. كان أيضا في مستهدفات في إصلاحات هيكلية زي مثلا قانون الجمارك، قانون المالية العامة. فالصندوق وجد أن مصر حققت المستهدفات اللي موجودة في الاتفاق، وكمان حققت أفضل وفي أوقات يعني في أقل من التواريخ اللي كانت محددة، وبالتالي الصندوق خرج ب يعني رأي بأنه الاقتصاد المصري حقق أفضل من التوقع، حتى في نمو الإيرادات، نمو الإيرادات الضريبية، برضو في الإنفاق على الحاجات الاجتماعية، وأيضا يعني من ناحية الصحة والتعليم وكده. فأعتقد أنه ده اللي دعا الصندوق أنه هو يقول تمت إدارة رشيدة للاقتصاد في ظل جائحة كورونا، وأن الاقتصاد المصري حقق توقعات أفضل أو حقق نتائج أفضل من المتوقع، وبناء عليه تم الموافقة على منح مصر 1.6 مليار دولار، أليس كذلك؟ لا، هو اللي بيحصل إيه؟ ده اجتماع الخبراء، هما في نهايته بيتم الاتفاق على ما نتائج المباحثات، بيقدموا بعد كده لمجلس المديرين التنفيذيين باقتراح الموافقة على نتائج المحادثات وصرف الشريحة. لما بيطلع القرار بيتم تحويل المبلغ. إذن متى ستحصل مصر على 1.6 مليار دولار، وفي أي اتجاه سيتم توجيه هذه الأموال داخل الموازنة العامة للدولة؟ المتوقع إن شاء الله على نهاية ديسمبر، قبل نهاية ديسمبر إن شاء الله بإذن الله. هو المبلغ دوت بيبقى لتمويل الموازنة. الموازنة دايما عبارة عن إيرادات ومصروفات، ودايما بيبقى في فرق اللي بنسميه العجز، والعجز نوعين: عجز أولي وعجز كلي. العجز الأولي اللي هو مصروفات وإيرادات بدون فوائد الديون، وعجز كلي بيضيف عليه. فهو العجز الكلي ده أنت بتموله عن طريق الاقتراض، فلما بيجي لك مبلغ زي كده انت ما بتقترضوش لانك اوريدي جاي لك، فهو بيبقى بديل للاقتراض. وطبعا هو بالعملة الصعبة، انت ممكن بتقترض من الاسواق المحلية بالجنيه او بالدولار، وممكن بتقترض من الاسواق الدولية بالدولار، فهو ده يعتبر جزء من تمويل العجز الموازنة.